إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هي علامات أمراض الكلى التي يجب أن ننتبه إليها. أول شيء لازم ننتبه من تورم الجسم، هذا أهم شيء. أي تورم في الجسم من الضروري الانتباه له. أيضا لما نحس أن في دم بالبول ضروري جدا نستشير الطبيب مباشرة، لأن ذي علامة من علامات الفشل الكلوي. أيضا الزلال بالبول من الضروري التأكد هل هذه المادة موجودة في البول أو لا. أيضا إذا كان الطفل أو الرجل يعاني من ارتفاع في ضغط الدم من الضروري التأكد فحص الكلية. التهابات البول المصاحبة بالبكتيريا ضروري جدا، لأن البكتيريا ذي تقدر تسبب التهابات، وهذه الالتهابات تسبب ارتفاع في درجة الحرارة، وهذه الحرارة تسبب فشل كلوي وانتقال المرض من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي، وهذه الأمراض تنتقل إلى الكلى وتسبب فشل كلوي طبعا. أيضا إذا كان الشخص عنده مثلا تشوهات خلقية بالمسالك البولية، من الضروري مراجعة الطبيب باستمرار لإصلاح هذه العمليات الموجودة في المسالك البولية، لأنها قد تؤدي إلى أمراض كثيرة مو بس فشل الكلوي. أيضا مرض اسمه القيلة السائحية، يعني القيلة السائحية هذا المرض تعريفها بالضبط هي فتحة في أسفل الظهر متصلة بسائل النخاع الشوكي. أي خلل فيها ممكن تسبب تضخم في الكلى عند الجانبين، علشان كذا لا من الضروري جدا الانتباه في هذا الجانب، استشارة الطبيب المختص أخصائي الكلى. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.